نروح بقى لترند الاهلي والسوشيال ميديا بالتاكيد ومنصات التواصل الاجتماعي كان عندها كلام كتير جدا في الساعات الاخيره بخصوص كيف يستعد الاهلي لمواجهه الزمالك وابرز الغيابات اللي ممكن تكون موجوده خلال الفتره اللي جايه. نبدا مع بعض بسرعه من الوطن سبورت. كولر يترقب تقرير ابو عبله لحسم مشاركه السداسي المصاب. طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، عبد المنعم، السليه، برونو سافيو، حمدي فتحي، وكمان ضيف على ده كمان ياسر ابراهيم اللي تاكد كمان غيابه عن مباراه الزمالك. يعني نتكلم في عبد المنعم ومتولي وياسر ابراهيم، ثلاثه من اصل خمسه في خط دفاع النادي الاهلي بخلاف السليه وحمدي فتحي. موقف صعب جدا. طيب نروح كمان لحساب في الجول. خبر في الجول، لم يشارك الخماسي عمرو السليه ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وبرونو سافيو وياسر ابراهيم في مران الاهلي الجماعي اليوم. الثنائي حمدي فتحي وياسر ابراهيم خضع لجلسه علاج طبيعي وعبد المنعم بيواصل التاهيل. الاهلي يتعامل مع الامر بحذر يوميا يوما بيوم مع اللاعبين قبل القمه. كل الاخبار والمنصات هتتكلم على حجم الاصابات اللي في الاهلي. يلا كوره، مصدر ليلا كوره، محمد عبد المنعم اكتفى بتدريبات في الجيم على ان يتم تقييم حالته في تدريبات غدا الخميس. الوقت ضيق وصعب وللاسف الاصابات يمكن ضربت معظم التشكيله الاساسيه. اليوم السابع طبيب الاهلي يجري اشعه لحمدي فتحي اليوم لتحديد موقفه من مباراه الزمالك. الف مليون سلام على حمدي، وعندي رساله مهمه جدا لحمدي فتحي. والله العظيم من اول تاكلينج واحتكاك ما بين حمدي فتحي ولاعيبه سموحه كنت حاسس ان هيبقى فيه اصابه. حمدي امبارح كان بيلعب بحماس شديد قوي، ورسالتي ليه العب بحماس وبرجوله، وده شيء مهم جدا وده معروف عن شخصيه حمدي فتحي، ولكن في نفس الوقت خاف على نفسك وحاسب بشكل مهم جدا عشان لا قدر الله ما يبقاش فيه اصابه تبعدك لفترات طويله جدا. مهم جدا الحماس واللعب بجديه وبرجوله، لكن في نفس الوقت اللعيب الذكي يقدر يحافظ على نفسه من اي اصابه او اي احتكاك ممكن يعرضه لاي اصابه. طيب اروح كمان لحساب كوره بلس، شكوك حول لحاق حمدي فتحي مباراه الزمالك في القمه. قلتلكم النهارده كل المواقع بتتكلم على حاله المصابين، وبنتكلم خلاص 72 ساعه على مباراه الزمالك. طيب نروح بقى لحساب الرسمي للفيفا على تويتر، ونشروا عن الاهلي، قالوا اكثر فريق عربي وافريقي تعاقب على منصات التتويج لكاس العالم للانديه فيفا. ثلاث ميداليات برونزيه وسبع مشاركات والثامنه كمان باذن الله بعد اسبوعين، وفيها ثلاثه من نجوم الاهلي. النادي الاهلي عمل اعاده تغريد للتويته الخاصه بالحساب الرسمي للفيفا، وكتب النادي الاهلي عبر حسابه متبقي من الوقت 13 يوم، يعني بنتكلم خلاص المده قربت، والاهلي يمكن بنسبه كبيره هيسافر يوم 29 يناير بنسبه كبيره. كمان حسب المعلومات اللي جات لي من المغرب بعد التواصل مع اللجنه المنظمه ان الاقامه هتكون في تطوان، والتدريبات هتكون على ملعب سنيه الرمل في تطوان، وده ملعب احد الانديه في مدينه تطوان واللي هو المغرب التطواني، وكمان هتكون المباراه في طنجه، والمسافه بين طنجه وتطوان بنتكلم في حوالي 63 كيلو متر. الاهلي واوكلاند هيكونوا مقيمين في تطوان والتدريب في تطوان، ولكن ليله المباراه هيكون الفريق في طنجه استعدادا لمواجهه اوكلاند سيتي في اليوم التالي يوم 1 فبراير الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي وحساب بطولات والصفقه اللي البعض امبارح تحدث عنها واتكلم عنها بشكل كبير خاص لبطولات تفاصيل مفاوضات الاهلي مع البرازيلي جوستافو وناديه الكوري. ده طبقا للاخبار اللي كانت مكتوبه بالامس. الاهلي قدم عرضا بقيمه مليون و300 الف دولار ورصد للاعب مليون و400 الف دولار. اللاعب يرغب في الحصول على 2 مليون و350 الف دولار. الاهلي يحاول اقناعه بتخفيض مطالبه، حال الفشل سيتم التفاوض مع بديل حدده مارسيل كولر. لا تعليق، ولكن بالتاكيد حينما تتم الصفقة بشكل رسمي النادي الأهلي سيعلن كل التفاصيل الخاصة بالمهاجم الأجنبي اللي امبارح مارسيل كولر اتكلم وقال في اتفاق تم مع الإدارة بخصوص هذا الموضوع خلال الفترة الجاية، وقبل نهاية الشهر هيكون في مهاجم أجنبي في صفوف النادي الأهلي.